تكون أمام المشاهد بطل؟ أسأل الله باسم الأعظم أسأل الله باسم الأعظم أن يجعلني من المخلصين وأن يعيذني من الرياء والسمعة والغرور والعجب، ولا أزكي نفسي، يعني هذا الأمر الكل معرض له، وأسأل الله باسم الأعظم أن لا يكلني إلى نفسي الضعيفة. لكن ليش أنا أذكر قصتي؟ لأن لما أذكر قصتي حتى في برنامج الأخ عمار يقول لي اذكر قصتك أبي اللي أنت شفته اللي أنت عشته، لأن هذا توثيق للحدث أكثر. فأنا يعني كل ما ذكرت القصص اللي عشتها بنفسي كل ما كان هذا تأكيد أن أنا ما قاعد أنقل لك هذا الشيء أنا عشته من هالباب بس. ولا أنا أكرر وأعيد وأقول باطنا وظاهرا إني أمام الكثير من إخواني في غوانتانامو أنظر إليهم وأنا أشعر بأني قزم أمام تضحياتهم وبطولاتهم وصدقهم. أنا أقول هذا الكلام والله من قلبي، وإن البعض يقول لي يا فأنت كذا، والله العظيم لست بشيء، وإن اللي شفته من إخواني أعظم بكثير، لكن فقط من باب التوثيق، وحتى لا أحرج الآخرين أني أذكرهم، ويعني أذكر أسمائهم لا يريدون ذلك، فقط. جميل، قاعد تنقل لنا بسليمان المعاناة والألم اللي عشتها بالمعسكر الخامس، هذا المعسكر اللي ذكرت بالصندوق الأسود أنه طلع الشيب برأسك. صح، كانوا ينادونك غراي هير على ما أعتقد، مثل ما ذكرت. نبي قصة يعني طريفة حصلت في هذا المعتقل. أنا ليش اخترت المعتقل الخامس؟ لأنه أصعب معتقل كما ذكرت أنت. نبي قصة طريفة حصلت داخل، إن وجد يعني. هذه القصة ما حدثت لي، لكن حدثت لي أخ جزائري بيني وبينه معزة الله يذكره بالخير. كانت زنزانته بالطرف. نقدر نعرف اسمه؟ لا. طيب، فكانت زنزانته بالطرف، فأنا طليت من ثقب النافذة، سمعت صوت، ولا جندي فاتح الغطاء، مو أنا قلت لك الزجاج في غطاء، وقاعد يطالع ويضحك من غير صوت، كاتم الضحكة. فأنا قلت له يا فلان، فالجندي انتبه، قلت له ترى الجندي قدام غرفتك وقاعد يضحك. فهو لما شاف الأمر يا عند وهذاك الجندي مباشرة هرب وهو ميت من الضحك. الجندي فأنا قلت له يا فلان إيش فيك؟ أسمع ضحك الأخ، ضحك قال لي ولا شيء. قلت له شنو ولا شيء؟ الجندي قاعد يطالعك ويضحك، إيش صار؟ يقول والله بيني وبينك بعدين لما نطلع المشي، إذا اجتمعنا في المشي راح أقول لك. فبعد كم يوم طلعنا في المشي، هو في قفص وأنا في قفص، فقلت له ايش صار؟ يقول قاعد أطالع نفسي بالمرآة، تعرف المرآة هناك فيها تغير وجهك، يعني ما هي ما تشوف وجهك تماما، ذكرت أن المرآة تغير شكل، يعني محدبة شوية، مقعرة قليل كذا، يعني تخلي وجهك يعني تأثر نفسي. فيقول قاعد أطالع نفسي وأتذكر ذنوبي القديمة، يقول وأنا قاعد، والأخ ما شاء الله فيه وسامة، يعني يقول قاعد أطالع نفسي وأتفل على نفسي بالمرآة، يقول تفو، أنت تعصي الله، أنت كفو أنك تعصي الله سبحانه وتعالى، يعني باللهجة الجزائرية أنت إنسان سافل، ويقول أتذكر ذنوبي وأتفل على نفسي لا شعوريا. الجندي قاعد يطالع يتفل. قلت يا أخي تب إلى الله، يعني كلنا ذلك الرجل، كل ابن آدم خطاء. قال لي لا، بس لأن فعلا سبحان الله في الزنزانة الانفرادية تكلم نفسك، أنت تكلم نفسك يكثر، وهذا شيء صحي، هذا شيء صحي، إن سبحان الله العظيم تشعر أن كأن نفسك
شخص آخر فتتحاور معه. حاورت نفسك بس كثير كثير جدا جدا، خاصة في القرآن. والله العظيم أحاور نفسي، والله أحيانا تستمر ساعات نقاشات عقلية منطقية بيني وبين الناس. سبحان الله. نعم. بما أنك ذكرت على الجري هير، مرة المحققة، طبعا أنا هناك شبت في المعسكر الخامس، زاد الشيب بشكل كبير. فالمحققة تقول لي ميغان، تقول لي راسك صار شايب يعني، وتقولها باستهزاء. فقلت لها هي مسألة اختلاف زاوية النظر، يعني أنت ترينها شيء سيء، أنا أراها شيء جميل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. فأنا أفتخر بهذا الشيء. قلت له وأحمد الله على الإسلام أن ما ترك لكم باب تدخلون به علينا إلا وأغلقه، وكل ألم وابتلاء في الدنيا جعلها الله لنا نجاحا يوم القيامة. فأنت يعني اختلاف زاوية النظر فقط، لا أكثر ولا أقل. فقالت عيل خلك هنا بزنزانتك الباردة وراح تبقى هنا سنين طويلة. فأنا استمريت معها بالنقاش ذي التشدعوة. والحياة برا يعني نعيم، فردوس أعلى، كله بعوض. ووقتها كان فعلا بعوض، كان البعوض منتشر، يعني لما يطلعونا في المشي برا بعوض غير طبيعي، يدخل بخشمك يدخل بعينك لدرجة كنا نرفض الخروج. فقلت لها ايش دعوة برا يعني الفردوس الأعلى، يعني بعوض وحر وأرف، وانت تطلعين برا والبعوض كله داخل خشمك، وفي النهاية هم في أعاصير وفي هموم وفي غموم وفي أمراض، يعني ايش دعوة حياتك يعني اللي الفردوس الأعلى ولا نعيم مقيم يعني. فشوي ظهر الكلمة هذه أثرت فيها، رجعت الزنزانة. طبيعي تأثر فيه. أنا وقتها كنت مغطي المكيف، يعني كان زمهرير بالطريقة اللي أنا قلتها لكم، إن كنا نجيب الورقة ونلونها على كأنها فتحات التكييف، وحط وراها قليل من الصابون، لأن كان وقتها مسموح لنا قطعة صغيرة من الصابون، أبللها بالماء وامسح من وراها وألصقها. فلما رجعت شفت انه في بعد فتره، طبعا اليوم الثاني شفت سواد كبير على الورقه، صارت سودة وموسخه من الخلف. جيت المكيف قلت شو السالفه؟ قلت خليني اشيلها لان راح تبين ان فيها شيء، والجنود راح يجون ويشيلون الورقه، لان الصبغ ابيض والورقه بيضاء وبس الفتح.